لازم. قم يا ابوي تاخرت. يلا يلا خلاص خلاص يا بنات. يلا يا ابوي قم، طلعت الشمس. يلا روح شغلك. يلا يلا قم ابوي. لحظة 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 ما سألت. خلي عنك ابوي، انا اشيله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا ابوي سير عن تتاخر عن الشغل بس. يلا يا قاسم. يلا سير يا ام. والله يا امي انا حاسس ان ظهري انقص من كثر ما اشيل هذه الاغراض. حاولت اني اجمع هذا المبلغ عشان اشتري الحمار، بيساعدني شويه. ايه يا ولدي يا قاسم، احنا ناس فقراء، من وين لنا فلوس حتى نشتري حمار؟ يا ريت بس لو حد من التجار يسلفني مبلغ واسدد لي اياه من الشغل اللي بشتغله معاه في السوق. التجار يقرضوك ليش يا قاسم؟ لاني اشتغل معاهم، هم يحصلوا الفلوس كثيرة وأنا ما حصل للتفتافة. يا ولدي يا قاسم، الفلوس ما يقرضوها للفقراء اللي مثلنا، الفلوس حالهم يا ولدي. لا يا أمي لا، أنا ما بيأس، لازم أدور لي واحد يسلفني المبلغ هذا، وإن شاء الله بروح الحين السوق يمكن أحصل واحد منهم. يلا يا أمي مع السلامة. روح يا ولدي. صحيح انكم تجار بخلاء ما تعرفوا الا تكدسوا الاموال بس. الحين انتصف النهار وانا لحد الحين ما جبت ولا قرش، كيف برجع البيت حال امي وانا ما في ديني ولا قرش؟ قاسم يا قاسم. ها ليه تريدون يا ودي هذه؟ انتظر شويه، انتظر يا قاسم لا تستعجل. انتم ما ناديتوني عشان اشيل هذه؟ وبعدين احنا في السوق على معناته لما تنادون عشان اشيل هذه. ايوه حبيبي صحيح، لكن ما اعرف الصفقه هذه بتتم ولا لا. لا ان شاء الله بتتم ان شاء الله. اسمع يا اخوي، انت بتنزل السعر ولا لا؟ بالله عليك يا اخوي، بعد ما جبت هذه البضاعه وتعبت عليها وانت تاجر سوق كبير تقول لي الحين نزل السعر؟ لكن السعر اللي طلبته يا اخوي كثير. لو انت مكاني بتنزل السعر؟ تعرف البضاعه كم كلفتني انا؟ يلا يا قاسم شيل، توكل على الله. لا 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 يا قاسم لا تشيل، خلنا نتفق الاول، الاتفاق مصلحه بين الطرفين. يا اولاد الحلال خلونا انا اخلص شغلي وبعدين انتوا تتفقوا كما تريدوا. اسمع انت المفروض انك تربح الكثير، وانت يا اخي ترضى بالقليل. لو كل الناس اختلفت مثل ما انتوا عاملين الحين كان انا ما اخذت ولا بيسه ورجعت البيت فاضي. انت ايش دخلك يا حمادي؟ صحيح، وانت ايش دخلك بهذا السوالف؟ هات هات هات. عبد الله ايش خلق؟ من هنا عندي فلوس اقرضك اياهم عشان تشتري حمار يا قاسم، وبعدين لو قرضتك كيف تقدر تسدد دينك؟ اسمع يا عبد الله، انا مستعد احمل لك الاغراض هذه كلها ببلاش علي نقدر اسدد الدين اللي علي. يا حلو انت تمزح يا قاسم، اخبرك روح دور على شخص ثاني يمكن يقدر يسلفك. هذه مشكلتكم انتم يا التجار،
ما تريدوا الخير الا حال نفسكم وبس. الحمال يشتري حمار علشان يحمله. قاسم يا قاسم، تعال تعال. قاسم بغيتك تنزل لي بوي هالبضاعة توديها المخزن هناك. يلا بوي بسرعة، يلا يلا. أنا آسف ما أقدر لأن المخزن واقف بعيد. يا قاسم أنت تعرف المخزن، مو بأول مرة تنقل. يلا بوي ودي يلا. إنزين بنقل، لكن أنا أريد أتسلف منك شوية. أسلفك فلوس؟ أيوة، علشان أنا باغي أشتري حمار. بعد الحمار بيساعدني في إن أنا أنقل الأغراض كلها من أي مكان لأي مكان أنا أريده. يا قاسم بدال ما تتعبني وتعبك واقعد اركض وراك وادور فلوسي، وبعدين تراني انا ما عندي فلوس فايضة. وخل عنك السوالف وادها المخزن. يلا يلا هذا المخزن. روح شوف لك شخص غير انا يحمل هذه الاغراض عني. انا رايح، مع السلامة. والله جن هالولد قاسم جن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بكم هاللوم اليابس؟ قرش واحد. بقرش يا الظالم؟ هذا بقرش؟ هذا ايش اصرى من ذهب؟ هذا ليمون اغلى من الذهب، والليمون فيه عافية، والعافية عند المريض اغلى من كل شيء. لكن روح المريض بتخرج اذا دفع قرش في هذا الليمون. ابوي روحي انا اللي بتخرج، مكثر ما حامل هذه الاغراض. خلصوا ولا لا؟ اسكت انت حمالي وبس، شغلك تحمل الاغراض، لا تدخل نفسك بيني وبين الزبون. يلا يا رجال ترى ما عندي وقت للمجادله، تبيع بنص قرش ولا لا؟ لا 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 تصدقه، هذا ما يساوي نص قرش. ما قلت لك اسكت؟ انت تبغى حد يدخل في شغلك؟ الظاهر انك انت شر، انت شري. لا نريد ليمونك ولا نريد شيء. يلا بوي خلى ليمونك حالك. قرش ما غنى بقرش، ها خلي نفعك. اه ابوي تعالوا بس، انزين تعالوا بنص قرش تعالوا. ها لا حول ولا قوة الا بالله. خلي الاغراض. يا الله ايش هذا؟ ايش هذا بعد؟ ما تشوف انك كل عشو فلوس؟ اشوف انها فلوس لكنها قليله ما تسد. قليله؟ انت طماع. انت انا طماع؟ اذا انا طماع انت بخيل. يعني بخلني طول السوق شال هذه الاغراض، ومره تروح عند راعي السمك، ومره تروح عند راعي الخضره، ومره تروح عند، ومخليني انا شال هذه الاغراض، وفي النهايه تعطيني هذه؟ هاتي شوف هذه وماشي غيري. تباها شلي، ما تباها يلا عطني مقفاك. يلا مالا هات ابوي، نبغاها امرا لله. لكن شوف مره ثانيه ان شفتني في السوق لا اعرفك ولا تعرفني، اغراضك شلها وحدك فوق ظهرك. يلا مع السلامه. خذ لك حمال ومتشرف. لا حول ولا قوه الا بالله، متى بنفتك منكم انتوا الحماليه؟ قاسم يا ولدي ليش تاخرت؟ ما تشوفني انا تعبانه يا ولدي؟ انت ايش باغي ربك يغضب عليك؟ كان يوم متعب يا امي، تعبت. اليوم مثل البارحه، والبارحه مثل اول امس. حاسس ان ظهري منقص من كثر ما احمل هذه الاغراض كلها. يا ولدي يا قاسم، انا كم مره نصحتك وكم مره قلت لك يا ولدي روح اتزوج، جيب لك حرمه في البيت تخفف عنك، تشيل همك وتطبخ لك. أنا وحدي تعبانة، وحدي باغي أحد يخدمني يا ولدي. أتزوج يا أمي، ومن هذا اللي بيرضى يزوج واحد فقير ويشتغل حمالي مثلي أنا؟ الطيبين كثيرين في الدنيا يا ولدي. أما يكونوا مجانين ولا أنهم فقراء مثلي؟
ايش بتخسر يا قاسم يا ولدي اذا جربت؟ اجرب؟ اجرب ايش يا امي؟ حتى نسيت بهذه السرعه يا ولدي، انا اكلمك عن الزواج، ايش تخسر لو جربت؟ ودي الحين ما ايش باغتيني اسوي يعني؟ يا ولدي تروح تسال حد عنده بنت عشان تتزوجها؟ واذا ما كانت عنده بنت؟ هفا عليك يا ولدي يا قاسم، هو ما عنده غير عنده. ايوه انزين بروح ادور، انت ما باغتيني اتزوج؟ ايوه انزين خلاص ارتاحي روح اتزوج. من هذا اللي بيرضى يزور لي بنته؟ من التجار اللي بروح له عشان يزور لي بنته؟ كلهم اساعدهم، كلهم اشيلهم اغراضهم، وكلهم كل يوم يخلوني احمل اغراضهم من الدكان للمخزن ومن المخزن للدكان. اكيد انهم ما بيقصروا، لكن اخبرك انا بحاول. هلا عم سليمان، ايش قلت؟ ايش قلت يا ولدي يا قاسم؟ الكلام اللي قلت لك اياه قبل شويه، انت ما قلت ان عندك بنت للزواج؟ انا يا قاسم عندي بدل البنت وحده هنتين. ما شاء الله، الله يخليهم حالك ان شاء الله العم سليمان. زين اريد اتزوج واحده من بناتك. ايش قلت يا قاسم؟ ما سمعتني؟ قبل شويه كنت تقول ان الزواج زين والزواج نص الدين، وان عندك بنات في سن الزواج. ها الحين بتزوجني واحدة بناتك ولا لا؟ لا. ليش؟ أنا بغيت أسألك سؤال يا قاسم. تفضل. تشوفني غني؟ الحقيقة لا، لكن لا تخجل، توقع أن هذا الصنعة بأصنعها، تكفينا سد حاجتي؟ أكذب إذا قلت لك أيوة. عيل كيف تبغاني أزوجك بنتي بعد؟ ما أفهمك، إيش علاقة هذا كله؟ قبل شوية كنت تسألني إذا كنت غني ولا لا، وأنت أدرى بحالك مني، والحين ما تريد تزوجني بنتك؟ بعدك ما فهمتني، أريد أسألك سؤال غير يا قاسم. تفضل. أنت يا قاسم غني؟ الحال من بعض العم سليمان، أنا حصل رزق يوم واحد ويومين ما حصل. الناس اللي عم سليمان ما تريد حد يشيل أغراضها عنها. عجب، اتفقنا. اتفقنا على إيش؟ أنا وأنت يا قاسم حالنا من بعض، أنت فقير وأنا فقير، وزوجك بنتي أتجيب ولد فقير بعد. يعني هذا آخر ردك؟ زين حسن، أنا ما أجاوبك على سؤالك قبل ما أعرف أنت حال مو جالس تسأل. أنت أول جاوبني وأنا بعدين بقول لك. أمر لله، ود الحلال عندي بنتين، واحدة الله يحفظها وتزوجت. الله يحفظها. وباقية واحدة. نسيت، زوجني هذه اللي باقية. ها؟ اللي باقية. أنت مجنون وأم والله هذاك. والزواج مو في جنون بعده؟ لا أنا ما قلت كذا، لكن أنت وأنت عارف كم عمرها؟ يعني أنا بذكائي وحنكتي أقدر أخمن، يعني قريب من سن أختها اللي تزوجت قبلها. لا ود الحلال، ذكائك هذه المرة خانك، بنتي ود الحلال عمرها 5 سنوات بس. كم؟ 5 سنوات؟ لا 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 لا، أنا ما أقدر أتزوج بنت عمرها 5 سنوات، بعدين كيف أقدر أنتظرها لين تكمل 18 سنة؟ والله غريبة، أمس تدور على حمار، واليوم تدور على عروسة، تو أنت مالك مو صار لك. أصلاً أنت ما فاهم شيء، أنا جالس أنفذ كلام أمي لأنها تريد عروسة عشان تساعدها في البيت، بس أنتوا كلكم كذا، كلكم كذا. يلا تعالوا شوفوا يا ناس، والله والله الحمال يجن، والله حمال ما يزوج بنت عمرها 5 سنوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول مرة أعرف عنك إنك تحب الضحك والنكت. أنا؟ ليش يا سلطان؟ تو أنت قال في الكلام اللي تقوله؟ أيوة أنا قال في كل اللي قلته، أنا باغي أتزوج بنتك. أنت تتزوج بنتي أنا؟ أنت ما لقيت تاكل، قال تتزوج بنتي أنا؟ يا ابني
بنت التاجر ما يتزوجها الا واحد غني مثل ابوها. الغني هو الله يا سلطان، الله الغني. ونعم بالله ما قلنا شيء، لكن انا ايش كبرني ازوج بنتي حال واحد مثلك. زين احسن، جزاك الله خير. عافيه. والحين كلامي ايش فيه عشان يضحك؟ صراحه يا قاسم انا احيدك حمالي، لكن اول مره اعرف انك تعرف تمزح. انا ما امزح، انا جالس اتكلم جد. باغي اتزوج. زين يوم تتكلم جد وباغي تتزوج، انت حد قال لك ان انا عندي بنات للزواج وادور حرسان حالهم؟ لا، لكن انا عرفت بذكائي. بذكائك عيل، ما دام بذكائك يا قاسم انا ما عندي مانع. صحيح انك انسان طيب يا تاجر نعمان، ومتى الملك ان شاء الله؟ يا قاسم هذا امر مو بسهل، هذا عرس وانا لازم اعرف كل شيء عنك. لا تستعجل الله يهديك، انت ما عليك الا انك تروح السوق وبتسهل عني وبيخبروك كل شيء عني. لا ما في داعي انا اسهل عنك، انت ولدنا ومن دوفينا ومعروف عنك كل شيء. انزين، ومتى ان شاء الله اجيب الوالده عشان نخطب بنتكم؟ ما في داعي تجيب الوالده علشان الاصول كذاك، لان الوالد الله يرحمه متوفي وباقي الوالده هي اللي مسؤوله عني، وتريد تشوف البنت عشان توافق عليها. ما في داعي للعجله، وانتظر شويه. لمتى انتظر؟ قلنا لك انتظر شويه. لكن انا مستعجل، اريد اتزوج. زين انتظر يا قاسم لحد ما اجيب لك العروس. تجيب لي العروس كيف؟ لان اولادي كلهم شباب، وانتظر لحد ما اجيب لك البنت الحلوه اللي تستاهلك يا حلو. يعني انت جالس تضحك علي من ساعه؟ ايش اسوي لك؟ شفتك تمزح وكملت لك المزاح. وبعدين اسمعني، خل عنك من هالسوالف وتعال حمل لي البضاعه المخزنه. اسف انا ما احمل لك اي شيء، انتوا كلكم كذا قاعد تخصوا على الناس تضحكوا عليك، كل ما اروح عند واحد يضحك علي. يا قاسم انا امزح معك، تعال. اسف، تعال ما احمل شيء. قاسم انا امزح معك الله يهديك. يا قاسم ايش هذا؟ امس جاي يطلب حمار واليوم يصير معرس، ايش هذا الانسان والله العظيم. علي يا ولدي لا تحزن. أنا حزين على نفسي يا أمي، لأني ما قدرت أحقق لك أمنيتك وأجيب لك العروس اللي تساعدك في البيت. لكن يا قاسم يا ولدي، أنا حصلت لك على العروس المناسبة. ها إيش قلت؟ ها إيش تقول يا أمي؟ مثل ما سمعت، حصلت لك زوجة مناسبة. إيه؟ ومن هي؟ وأنا أعرف كل تجار السوق. يا ولدي أبوها ما تاجر في السوق، أبوها من الأهل. وأبوها غني؟ ويمتلك شجرة. صحيح اللي تقولي يا أمي، يملك شجرة؟ هل هذا الفقر بيودعنا؟ زين ما قولي لي، أي نوع من أنواع الشجر اللي يملكها هذا اللي يقيلش؟ يا ولدي يا قاسم، الشجرة اللي بيملكها هذا الرجال اسمها شجرة قرط. شجرة قرط؟ ما مهم، المهم إنه عنده شجرة ويملكها وحده. يا قاسم يا ولدي، عنده 4 إخوان وكل أخو يمتلك له الربع. عقب هو يملك الربع؟ أيوة الربع بس، لكن ما مهم، المهم إنه يملك شيء. أي يا ولدي، ها ما خبرتني متى بتروح وتخطبها وتيجي؟ تعرفي الوالدة؟ أيوة. أنا ودي إني أروح تو، لكن أحس إني تعبان شوية، فإن شاء الله إن شاء الله باكر من الفجر أنا ناقع عندهم وما أجي إلا خاطب البنية. إن شاء الله. مو رايش دي؟ إن شاء الله يا ولدي. أنزل. يلا استريح. يلا استريح. Thank you.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الحمد لله. طيبين؟ ما شاء الله الجو اليوم حار شوية. ألقى عندكم قلعة ما يشربها؟ تفضل فوق. أحسنت. يا الله. هذه خفيفة ما فيها شيء. اعذرنا يا أخوي. الماء صار شحيح والسماء ممطرت من زمان والعشب صار يابس. يلا أحسنتوا جماعة. اسقي إن شاء الله يا بلادي. الحمد لله رب العالمين. اسقيش الله يا بلادي. الحمد لله رب العالمين. اسقيش الله يا بلادي. أنا بسألك يا ولدي يا قاسم، ما أسمع منك غير اسقيك الله يا أولادي واسقيك الله يا بلادي. كيف سالفة الكلام؟ صار عندك مال في البلاد؟ لا، لكن حال زوجتي. زوجتك؟ ومن زوجتك؟ انت الحين متزوج؟ لا، انا ان شاء الله بروح البلاد عند حياني وبتزوج هناك. ها قولتي على المال عند خطيبتك؟ لا لا شيخ، ما عند خطيبتي، عند ابوها. عند ابوها، على اكيد عنده مال كثير، من كي تردد الدعاه كل ساعة. كم عنده من المال؟ عنده الشيخ ربع شجرة قرط. كل هذا الدعاء والله ينزل المطر ويسقي البلاد علشان ربع شجرة قرط حال خطيبتك، ويمكن هاي تصير زوجتك ويمكن له. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسقيش الله يا بلادي.
يسقيش الله يا بلادي.